المحاضرة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. بيان كيفية بيان كيف يؤخذ علم الدين، وأن العلم بالتعلم لا بمطالعة الكتب. وأرويني هل كان وحالو بيامين يا علمك سدي لو قاتا اي علمه مبرشا مسوا كتاب الا اسكت على هذا او لفيري يوميا رك بدن باجر او دولي كتاب الا اسكت على او لفيريو ee maareeyay meel uga dhacay oo madhabkiisa ka tagay oo xarimay oo meel kale ka toolay marka ma sidaasa ma sawa cilmiga in dadka afwaahda culimada iyo wax laga qaato weeye ee bismillaahirrahmaanirrahiim oo musarif kitaabkiisa ku bilowday bismillaahirrahmaanirrahiim ma qarsoona waxa loogu bilowdaa qof kasto ahmiyad diineed waxaan ahmiyad diineed da bilaabanaya inuu bismillaahirrahmaanirrahiim ku bilowdo ay wanaagsan tahay وانا صدح مقعو اسماء الله سبحانه وتعالى كم ذا كجرة بركة بدن يخير بدن با كجرة وح بدن هو وناقه إلا ذا هيبا جرة إلا هيب لبنك أي ضدك كجد دفاع قفك عقيدة أقب صدق يا بدن ومجربة لنا بسم قولي هيس كجسر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين الحمد مهد لله إلهي بأسبناته الله رب العالمين عالمين ترب بوضحه وصلاة النحرس والسلام النبت قلي على سيدنا سيد خيني كركي سحا أهاتر محمد سيد خيني أها محمد وعلى آله آل كسية وصحابته الظاهرين وضاهر كأها وبعد انت الدوادات سلامتا إيا سلقا وحاك إلي حمدك اسمك إيا حمدك إيا سلقا نبيك إيا آل كسية الصحابة سبب لقوس اللي كذب بعد وودي دواتن كشكين تنين وود ما نائبة عن أما التي أصلها مهما يكون شيء أو أهوية وما واو لها شرب يليه جواب قرنه بالفاء حتما هي الواو التي قرنت ببعد وأصل أم وأما أصلها والأسم مهما فهذا نوال الرعية جواب كذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله يبن كل دانه به سقى كل دانه خيرا خير كل دانه يفاقه وحو كسيا كسم ديدا سيا في دين الدين كايو كسم ديدا سيا إنما العلم علم هو حوية بتعلم برشو والفقه فقه هنا بتفقه كستان هي قراشة دين الله يشوي أخرجه البخاري بخاري وصوصاري صوصاري في صحيحه صحيح سيايو كصوصاري كي كتاب العلم باب العلم باب قبل القول والعمل بكصوصاري قال محمد بن سيرين تابعي ويناي جليل كهوي واجي انت حياة تابعين كأغيه إني من مخبار في ترجمة سمحي محمد بن سيرين وحيري الذي كاس هو إسو محمد من كبار التابعين تابعين تكو دوا وين كم دها وحيري إن هذا العلم علم غني دير دين وي إن هذا كان العلم علم جاه دين نهر تواد دين فانظروا إجا عمن تأخذون دينكم دينا كقادر قف كاد دين هذا كقادر هدي قف والب إسجا كشيخ دقو فاسد والب أرهب إنه واحد بربورية بكو أرهب إنه واحد كوج بربورية أذكى دين كون نقل مايك مركز دين توائن السنة ديالتا وأين إسناد يا رتا وأين مسادر لا ذهاي وأين علماء لا ذهاي وأين مال وقرنيس لكن إن المارتة ولا لسه على إلكترونيك أو إسكان أبا يقول وحق عادته أرن كون نقن ميس الدين نكون نقن ميس فانظروا إيجا عمن تأخذون دينكم بولي رواه مسلم ومسلم باوريه أي انتبهوا كبرارك عمن تأخذون أمور الدين يا تقاضنا سن دين تأمور هذا بل أرقى كبرارك أمور الدين هذا وقول المصنف لا تأخذ لمقاطة بمجرد المطالعة مطالعة كلية لغو مقاطة أمور الدين مركا دوني سي إنا تقاضته إنا وحد طالعته في رسوات وحان سمين يا مطالعة دبتنا هدو بان علم ساكن يا بس ميا حمد على عو سمين كراقف لكن سياكو سمين كرا علوم تلفت هذا جار كلام علوم تقابا مضال عليه قارنا مضال عمله
قربا مضالع على وامحي دقارك آلات كهذا كأذيك سنة عربية وحصة فهو مطالع إليه لكن قارك فقه جان لبوم بكو قاضي كتاب شيخ إنك كقاضي كاتك شيخ إنك هذا مثلا كتاب وين بعض خصته كتب بعض كسر راعتك هلا هذا مستر كراعيني والفاظ دي إني كلا دوين هذا معنون مدي هي واحد معنون كتير بيجي لكن هذا ترى فقه أنا أشي خلاهين بعد صفينا قبل من هاد جين مطالع أخبار كنا من العربية لما بيجوا هري قيني وحل يا الله وح كذا سرور وح صعنة يمنا ما نقوله لك وين عبد الله هذا هي هذا الشيخ لا هذا هي دين كان قادر يسوي هذا الشيخ لا وعبدا بعد إسنادين كرتين هذا الشيخ لا هذا لكن وين هذا الشيخ لا هذا فن قاعد أخري يسوي فن حكم إيه أحكام كسرور مثل تفسير ك حديث يفقه يقوى أمور الدين لا يؤخذ لمقاطع بل لا تؤخذ لمقاطع بمجرد مطالعة لمقاطع من الكتب اللي قد على هذا لأنه قد يكون إنه نقض على الأركان في هذه الكتب كتب تنتنع التي كتب يطالعها شخص شخص وضال عن يدس وح بقرين كتب تلا يا وح لقري بس وح لقنا حقري يا لقيا مسألة دسيسة شغل قصير حتى هذا نوش يا خيال من مركب مسألة دسيسة محيك وقارسيني معتقد لنا نتكور كتير معتقد وريتيك وقارسين هل مسألة الدسيسة يا كوقارسين كتير بس إنه كجرو إيه وافتراء بين أبو رشاع على الدين اللي بين أبو رمي أو مثلا إنه قد يفهم إنه كفى ما على الركابة قف قد على عرية منها كتبتها أشياء أشياء على خلاف ما هي عليه وحي اللي تجيه خلاف صبا ما هي عليه هو هو ذا وحي أي قصك نيده كتاب تم أي كهد ليسي أشياء عن أهيم با إنه تكفهم تبع وحيّد يحبّد وأخرده ساسو كلابة صورة قلع وحن ما يشعر يقولون لو بدي جنيبي إنك كشا كيسا أحد هذا ما حبّد وحيّو إنه أخرده صورة قلع ساسو الحي تسوداء وبن لو أخريه لي المكازو أبي زم ذوك الكريو وحي ترعي هي كرعي اللي يده مرق يدي مسك عبال وليه تو أبي سكريه هلاقو ما أقوله باش رقنا ضعيف بس أمري همزية يا أستاذ بيرني قال هاي يبي باش يا سنتة مدفف كهيه كنت جيه سنتة تجيه إلى هذا يو كون نفط إني أبص هنا حب السودة الدوية هاي هاي سوكة يعني مركزها الحي السوداء وما كنا أو دب تنف يؤدي وجود توقف كاسي عبادة عبادة فاسدة فاسدة أو يقع أما أكون عقفك في تشبيه الله إلهي بإنه كشبه بخلقي خلقي إيسو أو فيعبد وعابد شيئا شيء تخيله أم لما لي وحما لما لي سنة يو وما الأكوض ده فاتبيا إنه سكح عابد بدي وما لبلنا لقع قوها يبلي لبلنا ماذا حقوها يو سيدي أي مارك تركة قاركوة دهين حفظ سيرين وآير سقف سيرتو هذا سورة قال وحي تخيل كاسوس كقدقم وتوهمه اسموتي تخيله املي وتوهمه اسموتي في مخيلته ململه اسموتي ايو واوهامه اسموتي في سو فلا تصح عباده عباده اسمك يعني وهم مخلوق هو ملك وجوجه وناديده وتيرسو خلاص العباده من غرس الى لا لا جيت كفديه مارت السنوات اللي عابده يو قال واخوه دي مارتي واحد عابده سكان نقض خطر قال الحافظ وحيد أبو بكر الخديب البغدادي أحد كبار المحدثين لا يؤخذ لمقاضى العلم علم إلا من أفواه العلماء علماء أفكوا ذنبويان فلا بد الله أرتل من تعلم أمور الدين أمور الدين كبر شدودا من عارف لقبر طقة لقوك السوية هيو يكون هذا أخذ مثقة تيسق الفتيسو عن عارف المذي قانو طقة لقوك السوية هي وهكذا ساقوا ذوذاذو إلى صحابة لقاد إلى رسول الله لقاد صلى الله عليه وآله وسلم وقال وحي الحافظ أبو بكر الخديب أيضاً قال بعض سلف ذاته هرقار كتب وحي لهدين الذي كيأخذ الحديث حديث كقاطون من الكتب كتبته يسمى وحلقه مقعابا صحفياً ورقضيسة صحفي بحلقه مقعابا وقفز كصحفيه ورقضها إيه جورنال هذا إيه صحفيين أي وحوقة أخريانهم أي روحوقة أخريانة بأن عدكا وسيدة يهدو عدكا وقاتون أي رسكة قاتوا صحفي والذي كياخذ القران قرانك كقاعد من المصحف يسمى مصحفيا باسم الله لو مغعابا مصحفي بالله نسبه زي صحفي لما ديكاراي انها مصحف وان لو تيريو ليا وركن وا مصحفي كتاب كان بوحكك يا ولي كبرتايو واسك شحاده ولي جيدا يا
مربح حاسون بوصي سلاس الربايين وحقو برتو ولا يسمى قارئا قارئ لكم ما جعابو أيه أبو بكر الخديب المغدادي سلاس يدي لكم ما جعابو قارئ لو سمع هذوم ما قالوا من كلام من عالم كلام كلام هذوم ما قالوا لو سمع هذيل لما قال من عالم لقم قالوا كلام كلام كو مخالف لشرع شرع خلاف سن فعلى السامع ما قالها كركي سوحاء أي ينبيها هو إنه براروجيو عالم كإنه براروجيو لفتيسة من خدائه قفتي عن خدائه نوكا براروجيو إن كان هدويه تنبيهه براروجنتيس لا يجر من سوجيرين إلى مفسدة أعظم مفسدة كوين فإن العالم عالم كأتقية الله كعبسي قبضا الناصحة محاكو إلى هذا السمشي قبضا للناس ذاتك السمشي قبضا الشفيقة لمرنت إيا تريد قبضا على دينهم دين تود إنت وأغسقا عبسيدا نصيحة إيا شفاقة إيا تريد قبضا الورع حلال ميرتك الذي كاسو يخاف الله إلهي كبقي إذا أخضع مركو قفو أو فيبين له وعدا يا مركا سامعي خدو وعدا به خدوه قفكس وعدا به ولو أمام جمع بهجو قوم من الناس دفع ربنا هرطو بهتاق نادئ يعود عنه عن الخضاء وكالنقضاء ويبين وعدا يا للناس ذاتك ذلك خضاء وتنا نقول قصة بالدليل. أنا مفكر عالم كا يعني كلية مثلا وأبي قد قف دقي سنة يا عالم بقوي أيات كم قش قف قف كاس إيه لباو خلاطات واحد دين تقول له وعمي واحد دين تقول له وعمي هذا واحد دين تقول له وعمي إنه وياه إسلام ما شاء الله وما قبته ما يلك الله الله بشه هذا دين تقول له وعمي ودك دقي سجى دقي سنة يا رفسات تيرد وكانه دقي سجى دقي سنة يا رفسات دين كانه هل كاين لكم براروجيا في يعني صوابط تاعي لنا عالم او كاستو او دد لحدي هادو ربو واخ لوغو شيغا قف كاستي او الله كعبس بدن او نصيحه بدن او شفقه يا ترد يا دمرين بدن واو كنقونيا قفكاس او قفي او كنقونيا سيدنا عمر بن الخطاب قصدي سيبا كوغو فيلان فقد خطب واحد خطبه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فحمد الله الهي وامانه واثنى عليه الهي امانتي سخوح الاراده وقال وحرالا لا تغالوا وحقاليننا في صداق النساء هو أنك مهركو ذا حقاليننا فإنه حالك وحوي لا يبلغني مسو قاري أنا حد أحد ساق سوكحي أكثر وحكبلا من شيء شيء ساقه بسوكحي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلت وحييلي صداقا إساقا فإلا جعلت وحييلي فضل ذلك أنت النبي سوكحي وحد أير في بيت المال بنكك المسلمين تاندك بنكك قوم باندكبو يعني أروي مهر قال يا قبلها كبر سلمي وحين النبي محمد بحي عليه الصلاة والسلام وح كبضا حطان إذن كو أركو إنت دير قا بنك قوم بنولي حين مسلمين تقول لك لمصالح المسلمين أي الله لك بنك بنك هذا كان عسى بعلاقتك على القوة المال هم بنك قالوا جد بيت المال كل شو شيء بيت مال المسلمين وبيت المال مصالح المسلمين كلي وتجي أبوها إيه وحياة بعدين ممكن جرا حبك شطاكم عليه إلا جعلت وحيلا يا فضل ذلك ذلك حن قلنا يا نبي قلت سوك حي عليه الصلاة والسلام مساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المال بهيل ثم نزله الدقي فعرض له حاوبا بحري امرأة هوين يبا حاوبا بحري ومن قريش قريش كمذا فقال وحيت يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كوديو أكتاب الله ما كتابك إلهي بقى حق حقله أن يتبع إلا الراعي أم قولك مثل هذا الكعك على الراعي وكتابك إلهي بقى الراعي مثل هذا الكعك على الراعي مثل أمير المؤمنين قال الحمد بل كتاب الله بقى الراعي فما ذاك أركب الضبحية أركاسات سيجيس الكشك المحيي قال الوحيت نهيت الناس ضدك وحادوتني تكررت آنفا حددا أن يغاروا إني غانيين في صداق النساء وينك صداق وضع والله إبنا يقول وحبوله في كتابي كتاب بيسا وآتيتم حدات سيسان وحكجر تميشا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج حدات دونتان زوج زوجك بدلتان حدات دونتان وناقب هيسي من كان هذا المشي إسكا سارتوه ترى ورطان وكبو يالي بغلت هاي مشي هذا متكال إسكا كشبا تري حوالي مركا فربضان بإني هيرو لي هذا هاي حوالها إلي هذا هاي حكا طابا هذا هو البدل إيسان حوالها إلي هذا هاي حكا طابا هذا معنى يدو سأسو شيء
وآتيتم آتيسين لبضن إحداهن مدر قندارا مال بضن فلا تأخذوها كقاضنين منه أي من ذلك القندار شيئا شيئا كقاضنين هتأخذون البوتان ويثم مبين مثل هذا التلاوان كسيي يا البوتان يا فريق يتبك قاضنين حوالي يبلل السيسالك هذا ما أنت وحمك ما هيسوا الله قلب النقضة قلت قولنا مركي اللي مهيرين طبعا هلات بقى اللي مهيرين هلنا والله قمسين وحب الله مسين سوى البوتان يا فريق ما راح ولا وحي حالي هل لكم هي حوالي لكم هي ذهب تقول له لو شيخ وحمن الله ما هيقوا حب الله ما سين بقى حفر يسكر وحي ان وحلا شيخو قولنا ان وحب الله سينين الهي بعد نتيك وربوي مبهتان بطق هذا نسات تاخذونه بهتان من اغاني سافر يوي وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا والله سيد ورك سيد وقادنا سا وقد افضى بعضكم الى بعض بركين بابركه قال جاري سمول تركينا إسجاري استمتع بعض معاي وسبب الحقوق قادنا إسان هو أخذ لي منكم ميثاق مغلق بلن أذكنا وذيكا قادين وبلن بقى ماشي تيري بلن إلا يسوس مقفلا وما ركتي بغير نبدا لقو سماع لا أي جرتي سيدوك قادنا إسان وهي فقال عمر بايري كل أحد أفقه من عمر روح والبمانتا عمر وكفقي زيه روح والبا يا وسوت وحوي ما هين فقيه لماذا وحوي واتذكره وحال أذيك تقانيب تكبود قل والله تكون نقطة تكون نقطة تقول استعجل عك كروات مركب وتذكره دي حصوصي وحين نقول كل أحد نفقه من العمر قف والبا يقف القيسية هدان برارجين تا ومضى أنا أين تجرينا هدا الدين كذا وطك الأسقى هذا لو أوت هاي هدا لو برارجين لو قبني لو حنوني ضدك كل جوج إطلاق موسي دايات وحبه وفسانه وخليه كل أحد نفقه من عمر كل أحد نفقه من عمر صدح جاه ثم رجعوا النقض إلى المنبر فقال للناس ذات كيبولي إني أنا قد نهيتكم وارد كنهي أن تقالوا إن أتغاليسان في صداق النساء حوينك صداق وذين سلقى ليسان ألا هو يفل يفعل هفر رجل نني في مالي حوليسا ما بدأ له حيسك أم قضاء رجل بيهاقي بيهاقي ما صوصع وردك حوليسا إذا أخيار لم قفك وحدونها كسي أما حوالا بضا نسيه أما حوالا يرسيه صدونا هيالو من الغلو حد قدبك وحا كم ذا اعتقاد كثير من الناس إن بدن ودتك كم ذا إني عقيديان ويأمنان أن الشيخ الشيخ أو الإمام إمامك أو الخطيب خطبايا لا يخدو نسقفين في شيء وحدو نسقفينه من أمور الدين الدين أمور هذا كم ذا وهذا كاسنا مخالف وقرم برسيه لقوله النبي هذا الكسي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد أحد كم ذا متر إلا يؤخذوا على قادنا يا ومن قوله هذا الكيسة ويتركوا على جنة تجيا هذا ويتركوا على جنة تجي غير رسول الله رسول كإلهي مرك الله جنة يابو صلى الله عليه وآله وسلم قف كست هذا الكيسة وأنا لقادن وأنا اللي جت تجيا مرك الله جنة يابو الرسول كان صوبا صلى الله عليه وآله وسلم رواه الطبراني وفي المعجم الكبير كوري وحسنه الحافظ العراق حافظ العراق تبع حسن كده درجة الحسن حديث الجارسي فشيخه والإمام والخطيب مهما علت مرتبته مهما علت مرتبته إن الله أنت خطيبك يا شيخ يا إمامك إسكتر قف كسرتك وحنا نشيدي إسكورة دم إنك استوى مرتبتي سوء أي كرئيس أو مال سرجر يخدي وقف يا في بعض المسائل من ركب سقط ومن قرأ خطأ ومن بال ضر دبيل هذا قاعد يا صدق هذا سوى صورة كل ممكن من ركب سقط قاعد يتفول هتفضل زين هذا على حكمه ومن بال الضرر قف كادي وفريست ما نقول بكادنا ضرر نافي لك ما ضرر حكمة ضرر دبي ومن قرأ خدا قف أقرينا وقف أكيد كفوي وحب وقفي قف مركوا قواعد سيد سجد جروي من أول بين اعتماده وبصورة قلبي ها مر مر يلا بيا ستح بعد نبت كشيل أتكلم نبت كشيل يروح على صورة قلبي وحول نور بين اعتماده قال الشيخ الحور عبد القادر الجيلاني في كتابه كتاب كيسي لورنجري آداب آداب المريد المريد كآداب كيسي إذا علم مركو أجادب كيري المريد مريد كان دونا يا خير دونها الخضاء قف مركو أجادو على الشيخ الشيخ كركيسة فلينبه وها برارجيو فإن رجع هذوك النقض عن خديئتي قف كيسي فذا كيف الأمر واضح فذاك الأمر يا أمر واضح وي وإلا تركوا كتجيا قوله هذا الكيسي واتبع شرعة فنقول رأي عبد القادر الجيلاني وحيد قفك مريدك أو حنقولتها للها الشيخ يسيها برارجيو مركو قف يسيها وقعرك وخضع شرعي خلاف سنة دوية أقول ها
هدو كان نقض صح وهذا كتب الصعر نقض كاسة كتب الصعر هدو ديدو كان قوايا هذا الكيس فرها كلبح شرعي الراع هذا الكيس انت فرها كلبح شرعي الراع. وقال الشيخ وحيري أحمد الرفاعي أحمد الرفاعي وحيري في كتابه كتاب كيس رسالات الصوفي وهذا الهياي كتاب كيس الحكمها سلم للقوم أحوالهم سلم القورة للقوم أحوالهم ذاتك حال ذهد من بدل كدة ما لم يخالف الشرع وإثنى الشرع خلاف سنة وحور بوان ريبي ونهدات لهذا وان نهي وان كور تجي وان ضري وان حوي مفسدة الجرتة بعد ذلك نقول سموك مفسدة الجرتة لك عرق يا هيدا هذيك الصواب هذا مركب محادين ذاتك هذا وحور بطورين هي تاقني وحور الله تماعته وحوي وردت حالي سبلو دا انت شرع خلاف هذا نعم حالي دي سؤول فإن خالفوا الشرع شرعي هذي خلافان فاتركهم كتغو واتبع الحق واتبع الشرع شرعي الرع ليعلم سلو أغادة أن الأمانة أمانة في تلقي العلم علمك قاد الشديسية وفهمه إلي تهيي وتبليغه قارسين تيسة أهم متك أهم سن من الأمانة أمانة في المال حولها اللي سوى آمنه لأن الخيانة خيانة في علم الدين يكون أعداء أعدم كوين من الخيانة في المال كل عدائه أي قال تعالى إيه بوحر ولا تقف ما ليس لك به علم أروه يشتل تاجن وكجوك سن وحذا العلم أولاي اسكقات هذا العلم أولاي إن السمع مقلك والبصر أرقى والفؤاد قلبك وليتيس كل أولئك إنت صوشة يقنيبا أنه مسؤولا حقيس كل اسوي دينه انت صوشا اني واسمعي بصك فؤاد في ولين طوضه والاسويدينه ويهد الاستاج وحدا علم ابراهيم الى ذا توفيق توقيفي وي وتوقيفي سيدات قالت في عقائد فينا اي لا تقولها اورن قولا قول من غير علم علم لانها اورن قول فينبغي وحا اولى على طالب العلم ألا يغفل عن كلمة كلمة إنا سنغف كغفل من عن كلمة لا أدري أسك غفل كلمة كلمة يوصى على المام كلمة ذلك وكلمة لا أدري لا أدريها على المام يا ولزلين اللي أدري هذا ما تسأله ورمرك دلعت الأنوار كأورنجري ولزم للا أدري إذا ما تسأله هذا لو سويله ورحل إذا حصلت علم بلدي سمع ورهداد المجال هذا علم جادي قاعد ضغط حاب حابسه قرروا المجال كعلم بضمك هذا الأول جاء والزم لا أدري إذا ما تسأل مركي واحد اللي جوا يدي لا أدري علم جاي كم تقول قاعد دونا خطب كان هو قاعد دونا محاضرات كان هو قاعد دونا كلمات كان مواعيدا نحن هذا هو قاعد دونا ولا أدري لفت هذا علم جا كم علم هذا كم تقول كي لا تكون جاهل بجاهل المركبة عذرونا خلني جاهل المركبة جاهل كليه كان قتيل لا أدري ده إمام مالك بن قارد وأنا وحكى إليه. وقال رسول الله يحيي صلى الله عليه وسلم من أفتى روحي في ديوضة بغير علم علم الآن روحي في ديوضة اللعنة وحال لعنة ملائكة السماء والأرض وهم عساكر بوري وقد في لوحة لويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع بلك يا خير بدن وعن شر البقاع بلك يا شر بدن أي النبي قال لويدي فقال حولي لا أدري ما أبيه أسأل جبريل جبريل عن ويديني ثم سأل وحيدي جبريل فقال لا أدري ما أبيه أنه أسأل رب العزة رب العزة ويديني ثم نزل الوحي وحي بأسودك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن خير البقاع المساجد إنتهي وشر البقاع الأصوات إنتهي رواه البيهقي بيهقي بأوريه في الأسماء والصفات بوريه إلى النبي قال عليه السلام خير البقاع المساجد شر شرها الأصوات وكيه والروية وحال وري عن سيدنا علي سيدنا علي وحال قوريي رضي الله عنه الله كراد نقضي أنه سيل وحال ويديا علي عن شيء شيء بحال ويديو فقال وحيري وأبردها على الكبد وأبردها وقبو جيي على الكبد بارك أي وقبو جيي أن أسأل إلا ويديا عن شيء شيء إلا ويديو لا علم علم أوسر إيغسقنين به إيساقا لا أفاقول عن هذا مكان لا أدري
سؤالي بقولك إن جوابك بقولك إن دقيقة أو فأقول أنا هذا مركا لا أدري أنا بمؤمن إن أنا وقد جاء واحد من عن الإمام مالك أنه سئل واحد لو يدي 48 سؤالا فأجاب الحكومة سؤالا عن ستة بس سيدي يا فرطا ليح مرك اللي قجر وعصار اللي بيع فرطا وقال وعوري عن البقية لا أدري مؤمن بقول وهم السلاح إن السلاح يا ولي وسأل وحوي دي شخص شخص كلام مالك المالك في أمره فقال وحوري لا أدري مؤمن مالك فقال وحوري لقد جيت وحان من مكان بعيد وخلفت وحنكجت جاي أهلي ورائي لأسألك إن كويدي هذا السؤال فإذا رجعت مرك مقضي إليهم فقالوا لي أي أهدان ماذا قال مالك المؤمن بما دام حيث نجيبهم بكل جوابا فقال مالك ماذا تقول واحد ورا سألت مالك ما ويديو فقال وحوري لا أدري مؤمن عيب ما أهل أنا سيدا هون بي عضوه هذي اللي قيدا محمد مالك ما مؤمن يلوون به هذي اللي قيدا محمد عقل ينبغي هذا بوحا لذا بي حد قد أرن كادرته حدد علي بن أبي طالب عرقتي رضي الله عنه أول عرقتي إمام مالك سيدا قويا لي هذا عرقتي ورق التربية دوتي نبي عليه الصلاة والسلام رق التربية دي سوتي علي بن أبي طالب كمل لها رق رقع تربية دوتينا إمام مالك ما كمل لها رقع هذا عرقتي سيدا لا أدري أي أم لازمين يعني ويوجوكتين يا رمضلبا متكك لأوقا قادر يا هداد أركتين ينبغي وحاء ضوء للإنسان إنسان كان يكون إنو أهض محتاطا في كلامه كلام كسمي كده هارف مروا البع ماشا أمارين يوحوا كشيك يوحوا فضوانا يوحوا داية تدالا كسمي يوحوا كنت دالا إيا يلزم إنو لازم هو دائما باه جانب السلامة لنا عن نبت قليدة إنو أبط هو ينبغي وحاء ضوء أن يعمل إنو عمل فلما قال وإنو لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال العلم ثلاثة علم هو صدح كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري صدح لا هو علمه كتاب ناطق وهالله يأي السنة ماضية لا أدري أنت ويام كاهر هذا أخرجه الضبراني باوري يريد الحيو رجل بالكتاب ناطق كتاب الله يقول رجل وبسنة الماضية الحديث ثابت عن رسول الله يقول رجل صلى الله عليه وسلم وبقوله لا أدري الحيو رجل أن يجيبني من جوابه بذلك لا أدري أكون جوابه حيث ما شاء الله يعلم وسجرنا ويتجنب الفطوة فطوة وكف هذا بغير علم وكف فطوته لأنه إذا لم يفعل ذلك ساعد بيه ويهلك وهلك سليم يناسب اللي في هذا الزمن الزمن كان وحى مناسبوبي أي عيد أي عيد طالبه طالب إنه سوء العلية كل نقض تلقى الكتاب كتاب تقاعد شديسة أكثر وح كبدا مثلا كتاب الله خيسة هذا كتاب ولا مجهده أشن جنسي هذا أنا معرفة هذا يدي وحاول ما معرفين زمان شنو كله كتاب أي كتاب يقول جاي ها أي الكتاب أكثر وح كبدا المرة اللي يتأكد سي وهو بصله سوء أكيد هذا وح كده كده هبصينه إنه هو بصده من حسن تصوره كتاب صوريتي سوناك كده لمسائله مسائله سنة أصوره من حسن تصوره صوريتي سوناك كده لمسائله أصوريته أمير قاسد مسائله سنة أصوريه ومعرفته كرشدس لأحكامها أحكام مسائله وقرطه فإن كثيرا إن بضنه من المعلومات وحيا بحلة برتاعة إنما تضبط وحيكو سقناتها بالقلب قلبك وحيكو سقناك كرتاعون بالتكرار سوء العلمية ولي عادة تكون نغنق سوء العلمية سوء نغنق وكثيرا إن بضنه منها مسائل كاملة أما معلومات كاملة لو هذا هو ذي علم كرتاه ضمير كمينها كجري لا تتضح مع ضغط في القلب قلبك على تمام سيدة ما يسترن إلا بالاستماع بجيسي لشرحها شرح يديه بجيسي مرة بعد مرة نقول بجيسي مويان وكان الحافظ المحدث الشيخ عبد الله الهراري شيخ عبد الله الهراري وحيد حافظك بحدث رحمه الله تعالى كان وحا يقول كيد هذا أقل ما يعاد الكتاب كتاب انت لو قلنا نقض كتاب كسبها هذا وحا اوغير للطالبي ثلاث مرات سدح جير ويه وكان وحا يقول كيد ايضا الصادق كفر شيقا المخلص برح ترى عبادي في طلب العلم علمي طلب تسأل سجع عباده عباده إنما كبر حتر جاي لا يملك كمنه وأم كمداله من تكرار تلقي ما أخذ وحقاتي وحقاذنا يه سعل علسك كمان أقول وذلك لما في العادة وحق صغره من الإفادة فائدائية وقديما هرينا هذا ما يذكر راعي وقديما هرينا كان وحقها يقال كل إلى هذا بالتكرار أيو يقضع الحبل الحجر نجح هذا نجح هذا حركة كسم يسون كوجا سوء العلس كواحد كسوء الكروة يا الله قم رابي كذي كذا ها ما سيداوي قال الإمام علي الحيو يحدث الناس تدخل وشكي ما يفقهون وحي كسيان وتعبون وحدون يسان وتعشي أيو كذبين لقوا بين شجر الله يبي لقى بين شجر ورسوله رسوله رسوله الله الله أيو كذب أن يكذب مجلوبه ما يفعل كسوء النقض كذب الرسول كنوع أطفال الله إنه قبيني
يعني هذا المعنيس وحويه وسيفق معها فضتك واحد قرنيان وشيقا وحا كهري ما ده وشيقنا علم قوا وعاو العلم صار وشيقنا دتك ده وهدا وحوره وحن دين بما عاد شيقس الهي الا رسول كسا لقبه شيقا ايماني تاسي اينو ايماني حدث الناس بما يفقهون ساس في رواه البخاري وغيره. المحاضرة الثانية بيان أهمية علم الدين وما يجب وواجب على المكلف تعلمه برشديسة ومن أمور الدين دينة أمور هذا كمذا. بيان مقام العلم علم كما مقام كيسول عدي والعلماء في قوله بخصوص تعالى كرهاي يرفع الله أبا وحكري الذين كوا آمنوا همي ومنكم إذن كإذن كمذا إيا والذين كوا أوطوا العلم علم جلسية درجات بكري والله أبا بماك تعملون أد عمل فليسان خبير الحق قال ويهي وأن الله أبا ما أمر ما أوصن أمر نبيه النبي جيس في القرآن قرآنك بدلب الإزدياد زيادة طلب كادمونا كأمر من شيء شيء هو زيادة إلا من العلم علم جمويان أو فقال تعالى إيه بوحيل وقل ربي زيدنا علما ربي علم إيه زيادة ده معناه عليها هلا أرينا أقو بيان مقام العلم والعلماء في قوله تعالى بوقت قصوغا تاي أرين كلنا سي أقو أو إسلا بيان مقام العلم والعلماء قصوغا نو نبي إلهي وح قرآن كان لحديث إنه زيادة الله قد طلبي مجره أو زيادة لين واحد علمه إنه وقرب زيد علم بعدين. بيان وجود تعلم قدر معين قدر معين إن لبرتاي إن واجبتاي وجوب تعلم قدر معين قدر معين إن لبرتاي إن واجبتاي أو من علم الدين كمد على كل مكلف لما كي جاء في قوله تعالى هذا الكي ابي كوسغنتاي يا ايها الذين قوا امنوا الي النبي كما يو قوا الى لي انفسكم نفتيني واهليكم اهل كي نبو حتى الى لسان نار نار تو وقودها وحلغه هرياي الناس ضد ايو والحجاره دغخي ايي حابده ضد ضد دغخي ايين عليها نارته ان نقان ما اها وغتاس نارته دبكه ان نقان وفن حابه دونني نارته وحبه هوري ماي مركا دبكن كا اود بلن وي دبك لا يدي دغخيان ايو ددن با لوغه هورينيا وقودها حابده دي وحلوغو هورينا ياي الناس والحجارة أيهين. فقد جاء وحي من عن سيدنا علي بن أبي طالب في تفسير الآية آية المركوف السرية أن الله يبا يأمر المؤمنين مؤمنين توحى أمريا أن يقو إن إلى ليا أنفسهم نفطوذي وأهليه من الله أهل قوضب النارين كإلى ليا التي نارتا وقودها وحلوغو هورينا ياي الناس ضد إيا والحجارة بقحيان إليهين حيث كإلى ليا وبتعلمي أمور الدين دينة أمور هذا إنه برتان إيه وتعليم أهلهم إيه كذا إنه بران ذلك أرنكا وفقالة بن الحوري علموا برا أنفسكم نفتيني وأهليكم الخير ورهي خير كبرا نفتيني أهلك النبا هو الحاكم باوري وقوله هذا الكيسي أي كيوري طلب العلم علم إلا طلباي فريضة فريضوية على كل مسلم ومسلمة مسلم والب نبي هذا كان دبلة هي مسلمة والب مسلمة والبراء من الرواية قارقود بكتير رواه البيهات وغوري وحسنه الحافظ السيودي بس يا حسن يالي حافظ السيودي الفرض العيني يفرض كعيني جاءه من علم الدين الدين تعلم جاده عيني حق سكا ينقسم وحوقه بسماء إيه هل كان هذا وحشية جي لبعض الرماد لبعض الرماد وحوي مدوا إن العدية أهمية الدين كان ورطم حي علم جد علم كولي وعلم جد دينه إيه قفك مسلم كمحا واجب كجنة قنية أمور الدين كيسة إنه برضو هذا شخصيا إيه لا بوقف سما يا مركع أرجع وحا أمور الدين جا إن لا برتاعي قاروح ينقني فرض كفاية قارنا فرض العين دين وحد إلهي كعابد لحيد إن أتقان وفرض العين عبادك استو واجب أه ليس هذا عبد الله واجب يكون قلبه صلاة مثلا وين أتقان توحيد كوين أتقرنش صوم كوين أتقرنش سببته حوية علم قد جود الجلا يصور عمل كأد جود الجلا يصور برشدي سو واجب وين وحين جود الجلا عموم كهذا كي الشيخ أحمد بن الرسلان في كتابه الزبدة زبدة الفقه وكيلي كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل قف كستو علم الآن بان عمل فلي الله هذا صامغ إن حد قرأت مركع علمك عملك إنه محيه فرض العين علمك عملك
فرض العين عمل كستو ادلي ادغود غشيد الهينا اد كو عابودي اسلام مركانا اه عمل كاس واجب شريعه هان اه واجب نقول علم مثل البرتاي ساس نقول هذو مركا كافوغين كافوغ يهي عباده هان وعباده وكافوغ يهي فتوى واضح واضح تكالا كرتا ان لو فتوى دو لو شيغو علمدو اي كو شيغا غير تعلم زكاده او كلام ان اد ويديسو ددك مر بو كسو مريسا وقت ان كافوغ يهي با وقت بلا كسو كيس ان اد ويدين اد او تكالاتو حكامتي ان اد برتو او waxa aad bixin lahayd aad ma aragtay sidaas aad ku bixiso hadda meesha wuxuu hortaagan yahay marka balorta marka hore cilmi in la bartay maqaamka ilaahay iyo say ahayd uu ka soo xadmay cilmi gal cilmi hal kale ilaahay waa iska waajib oo mar walba cilmigaas waa waajib cilmi gam maxa waajib noqon marka qofka fardul ayn ku noqon taas u dhigay الفرض العيني من علم الدين كم ذا ينقسم الى قسمين فرض كعينك او فرض العين اللي يده الله نسبه سده او علم الدين به ينقسم الى قسمين لبقي وضوء قسم يتعلق باصول الدين اي العقيده قسم وحق تعلق باصول الدين وعقيده هذا وقفك عباده او دني عقيده فرقتها سببت عباده او دن معبود بي اوبانتا ادلو تيري اوبانتا حدي عباده او دن معبود اوباهناي معبود كا واحد كعقيدته فرعه حدي مساجد كبينو ماركتي قوف فديو مساجد ويليه اد كدغت كوان هلكن كو دخجيرون حقاي حقا من نبكاي حدي سداب اسك دغتو حدي ميل كو حكومتو غارا او خيره او اوندو وحل واحد عابوديس وحي فرق فرع كنقن عباده عباديس ليس معبودك واحد كعقيدس بس هدي هاك سنه تهاكتي عقيده داسي هدي هاك سرا ويدو ايدنا بابله نقن امره عقيده بابله نقطه ماشي لو تيرينا بابله نقن عباده ما انسى سمه marka taas wa mid usul din illa bartu aqidada wa qismu yata'allaq bil ahkam qismu kana far'a wa sah قسمنا احكام بكو تعلقها وعلم العقيده يسمى وحالو مغعابا علم التوحيد توحيد علم قيس وهو العلم الشامل وعلم قا شاملستي لمعرفه الله اله برشدي يوم معرفه رسوله رسول كيس برشدي صلى الله عليه واله وسلم وغير ذلك من ضروريات الاعتقاد عقيدها لغم مارمان كيدا ضروريات كسا واما علم شريعه ميا يسمى وحالو مغعابا علم الاحكام با لو مغعابا احكامت علم قيد وهو العلم علم قوي الشامل كل مستي لمعرفه احكام العبادات عبادات احكام تولا احكام تبرشده او من طهاره وصلاه وصيام وزكاه وحج وغير ذلك من ضروريات علم الدين علم الدين لغم مارمان ديسا واولى العلوم علومتك او ليس اما او مناسب سري تحصيلا حاصل شاسو ايرين لحاصل غريستو علم التوحيد توحيد علم ليس وهي ولتعلقه وحو هايستا باشرف المعلومات معلومات لبرتوكي او شرف النابو هايستايو معرفه الله اله معرفتي سي ومعرفه رسوله رسول في سكرشديسا وفي تقديم علم علم جوهريتيسا بالله اله سبحانه وتعالى لبرتو له الريسيا على الاستغفار استغفارنا له الريسيا ايا في قوله اي بهذا الكيسي دحديسا اي كسغنتهي تعالى كرهاي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشارة إلى ذلك انت دي خبرك جملة اعترضها برتبوك شكرا سكيلال وحكولي هاي وفي تقديم العلم إشارة بالهرطة مبتديك وتأخرى وحاولنا هاي جملة اعترضها وفي تقديم العلم علم جه الرئيسين لجه الرئيسي وحر بعون أضوح كلامها ماش أنا علم جه إلا برتو إلهي كل قطع لقو معرفة الله عز وجل أيتهاي والتوحيد أيتهاي وحي كه الرئيسة استغفرت أيتها استغفر الله إني إذا حتى تاسع كه فهمت آيات على كرم فعلم أنه لا إله إلا الله أنت عبر أمرك إلي ولي واستغفرني أنت أولي وفي تقديم العلم علم جوهر رئيسي بالله إله إلا برتو
على الاستغفار استغفارنا لجوه الرئيسي في قوله هذا الكئيب لجوه الرئيسي تعالى كره هاي فعلم وجو أنه أمر يشاني لا إله مجيرو إلا الله يبمويد واستغفر ذنبي داف ويديسو لذنبك ذنبك آغا وذنبي داف ويديسو دافد ويديسو لذنبك ذنبك آغا وللمؤمنين أنه دافد ويدي يا والمؤمنات إشارة باقصوغا إلى ذلك فضل لقاء علم التوحيد ولي لإشارة ورواه وحوري ابن ماجه في سننه وكوري عن جند بن عبد الله وكوري قال وحور كنا وحره مع النبي النبي جميع عيسى صلى الله عليه وآله وسلم والحال نحن أنه فتيان بل يرى أنهي بل يرى ذو حزاورة أي قروة إلى البلوغ محا الأورنجرني قانجار كمركو إلمه أدويهي أو يركعو فتا يافع ونقضوه بل يرى دوادي أو ماركتي أدوادي إلى البلوغ تاسيك ويان معنا مركا محين أورنجرني صومالي صومالي مارك يا مكوري حوغلو وازيدا وكوري حوغلو وكوري حوغلو كره حق ليال النجوى وهو من بهليل هذا بلغ جاري أو كاد أما أودوادي أما جاري أما أودوادي بلوغي وبلغ هذا سوحي بلوغي حد حد تكليف الجاري أو كاد أما أودوادي وقال الإمام وحي هذا أبو حنيفة وحي يروي أبو حنيفة في الفقه في الفقه الأبسط كيري علم هو أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام دينك إن لبرتو دينك أنت مركي اللي إدراك وإسك توحيد دينك إن لبرتو وحيكفض لبضانت هاي فقه إن لبرتو أحكام تا إيه كفض لبضانت إن بين دافني ميا هاي وحيري أنا النبي أوحى روى وحوري ابن ماجه في السنن وكوري عن جند بن عبد الله وكوري قال وحور كنا وحانا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعف فتيان حزاورة أنا وكوري حوق ليالة ساسكا فتعلمنا الإيمان إيمانك أي نبرة قبل أن نتعلم إنت أنام برنين القرآن قرآن ثم تعلمنا وحونا بر القرآن فزدنا به إيمان القرآن كمن إيمانك زيادة سنيه إيمانك زيادة سنيه إيمانك محاكم كل هذا الدين برشد أحكام تعال يضع عضبة وكزي هذه أولية والرجحة زيادة الإيمان بما تزيد ضاعة الإنسان ونفسه بالنفسها وقيل الله وقيل الله خلف كذا غضن وغلا واجب وكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والضاعات وترك مال النفس من شهوات شهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي زبت كنواك إن تهار أساسك أغنى فزدنا وحان زيادة سني به قرآن كبر الشدي سواء نكون زيادة سني إيمانا فيه وحاقصه عن هدف بيان اهتمام النبي النبي قل إنه دنيني دنين تيسا دنين با اهتمام كالنبي صلى الله عليه وسلم أدنيني بتعليم الصحابة صحابة بريدة التوحيد التوحيد فأبريي وتقديمه الرئيسين تيسي على غيره غير في أحكام تكالي أو كه الرئيسين والحزورة جمع حزورة حزور حزور لجمعية حزاورة فعائلة المدلعية هو من بلغ بلغ قانغاري او كاد اما سغاي اما قانغاري اما ادواادي قانغار وقال الامام ابو حنيفه وحور في الفقه الابسط اعلموا ان الفقه في الدين افضل كفض بلد من الفقه في الاحكام وكان وحوها الامام الشافعي يتقن كسغ علم التوحيد حتى قال إلى أولاده أحكمنا ذاك كوان صغني قبل هذا كهرتي بان صغني أحكمنا ذاك أي علم التوحيد بان صغني قبل هذا دينك كلي
أما أحكامتا كالي ارتيبها صغني واساس أي أتقنى وحان صغني علم التوحيد قبل فروع الفقه بأنه صغني أخرجه وحاصو ساري البيهقي بيهقي باصو ساري في مناقب الشافعي شافعي مناقب تيسون قصو ساري المحاضرة الثالثة الإسلام إسلام كدين جميع الأنبياء أنبياء أوردن دين تودي وي الدين الحق عند الله هو الإسلام وي قال تعالى إيه بوحوري إن الدين عند الله الإسلام دين بإله أكتيسة إله أكتيسة دين بإسلام وي أي إن الدين الدين كأصحيح إيه فيو الذي كاسو ارتضاه الله إيه بأكرى ذنغضي لعباده أدومي سأل البشر والجن والإنس والملائكة إسوكي البشر وإنس والجن والملائكة إسوكي الإسلام وي لا غيره متكلم مية وحكلم ما غير الفاظ مركه لا هي ليس دبن على مبني على ضمه ولي وما سواه وحا كسوهرا ومن الاديان اديانه باطل ويه وقال تعالى يبوحوا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي قفك ضلبا غير الاسلام اسلام كوحان هي دينا دينها ضلبا فلن يقبل لا يقبل ما منه كحج لا يقبل ما وهو يسون في الاخره من الخاسرين كم دي اي أن من قفك يطلب ضلب يدينا وغير الإسلام كمذا يدين كالدين اكتب به كالدين كاس فلن يقبله الله إيبا كما أقبله ويهي منه إسك حقس كما أقبله والإسلام إسلام هو إسك الدين جميع الأنبياء أنبياء ضرب دين تودي ويهي دين آدم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام انت بإسك الدين فكل الأنبياء أنبياء أودري مسلمون مؤمنون ويؤو يعبدون الله بعبدي وحده ولا يشركون به شيئا إلهي وحبكم من الشريكين إن قال رسول الله بعد صلى الله عليه وسلم أفضل ما شيئا وفضل بلا قلت أنا هذا أنا جي والنبي أنا جي والنبيون أنبياء أنبياء سواء من قبل أن يقول الرئيس لا إله إلا الله وي كلمة كلمة توحيد لم يكن ما أهان بين الأنبياء أنبياء الأحدود اختلاف نسقر مر ما أهان في دين دين تحقيق بل جاءوا ويمدوا كلهم لمن تود بدين واحد دين كلي لمدين وإنما اختلف صراعهم بس خلاف عيسى وفي شريعة سيدنا عيسى عيسى سيدنا عيسى الشريعة عديسة يو سيدنا موسى عليه السلام كان المسلمون المسلمين توحى يصلونكم كذا صلاتين لبا صلاة في اليوم والليلة طرفي النهار أما في شريعة سيدنا محمد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد كأن شريعة سمية فالمسلمون المسلمين يصلون ويتكن يا خمس صلوات في اليوم والليلة ما لنت إياها بأنك شخص صلاة ويتكن يا قال رسول الله بعد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة أنبياء ولا لا لغلات إسلق بيال ولا لا إسلق 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 بيال دمر الله إسلق بيال حديث في بخاري كسو نجري محاوك لعلات لغلات هذه لعلات علات وصبنات الله بان ولا وحو ودا الله كوحل ذرات ذرات و ضرائرتا دمر كلا اسلقب اوتين نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام عائشه مركي افكي حديث الافكي هويد مركه او تكتي اورن جيري هاويني وناغسن او نين لا جوقت ولا ها ضرائر ايدو او ضرائر اي اسغناتي الأنبياء وإخوتهم ويولع الله تنسقنات إسلا إسلا قبيان دينهم واحد وي آبهور بامد ساسور كالأدو يدوي وأمهاتهم شطا ويويكونا وإسخلاف سيهم توحيد كوامد أما هويويك الله وضع دي حوي وأحكامت يفروع للدينات وإسخلاف سنتهي وي دينهم واحد وي يا الإسلام وأمهاتهم شطا نبي والبمحال ورمي وإلى عادنا خافبوتا قال يقول عبد الله ما لكم الله غيره وإلى مدينة القوم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وأنبياء ذي الضمبة نوح ساس كل دواقي صالح ساس كل دواقي شعيب أنبياء ساس كل دواقي يا قوم عبد الله ما لكم مركم حاد قرن الله واحدة إيوم أمهات شتاء لعلات وحلها ضرات شتاء إيا آب واحدة سيدا النصر فأقول قرن الله أو ولا لا ويوم يقول بقى كلا تكسرنا بدو وابا ولا لا أبو وضد إلين ست ساعة أقول قرن الله هذا نصر كوت تقني واحد لقومي تاري أي الدين تأصل كذا دون أمي دوي هاي سيد أبوه أو كلا التوحيد كأ فروع دي إلى سيد الوعاء بدل هنا يوم كلا تكسيني سيد أول دعالات
أي الإسلام وما تنفتا شراعه مختلفة شراعه وضوء إسخلاف سنتهاي المحاضرة الرابعة محاضرة أفراد الإسلام والإيمان إسلام كي إيمانك متلازمان وإسلازمان الإيمان شرعنا التصديق بالقلب ما جاء به النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله وكليم يا والإسلام إسلامك شرعا والإسلام إسلامنا شرعا الانقياد لما جاء به روح الليم له قاسم من عند الله كليم ذات النطق بشهادتين يعني إيمانك يا إسلامنا بحيك ليهين هل كان ماشا كقاها بالدونة ما من إسلام لازم سيهين ما كلتك سيهين قف إنه مؤمن نقضه ومسلم نقضه مسيروبي إنه مسلم نقضه مؤمن هاي مسيروبي قالت العراوي آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا حقين جينا ما حريدا سكاها اللي بالمش واحد قال الله أعرف الإيمان شرعنا تصديق بالقلب ما جاء به النبي نبي حلي من قلبك الله قرهم يا أيها اللي إله ذا صلى الله عليه وسلم من عند الله إنه كريم والسلام والسلام كنا شرعا للقياد لما جاء به وحول لي من الله كان سماء يا ليلى النبي النبي كان صوبا صلى الله عليه وسلم من عند الله إنه كريم بالنطقه هذا وكو هذا وكو كان سبب بشهادة لما شهادة وكو هذا الله والإسلام والإسلام كي والإيمان متلازمان ويوذاده فلا يسحى هذا واسح ماي لا تلازمان هذان فحينئذ وكا الله يسحى واسح ماي كل منهما بدون الآخر من لا أصح مايك كلا يسوون فنض هذا الله هذا بشهادتين لا يقر الله بل ما عند الله يباكي بدون تصديق الرومين دونك بمعنى هذا الرومي منافق بعض كنقول وتصديق التصديق بمعنى شهادتين لو شهادة معنى هذا الرومي لا يقر الله بل ما عند الله بدون النطق بهما لكن ما يلبك قيدا ثاني نطق وما يلبك قيدا هذا الركاسي في من قف في حق من وذوي الأكلو حق قف من قف كيوي كان هذا على غير الإسلام ثم أراد دون الدخول قال في الإسلام وقر وأما من نشا قف كبر بارم يا على الإسلام إسلام أو كان يعتقد في عقيدية مركا شهادتين فلا يشرد الله شرد ما يمرد عقيدة سنا في حقه أن نطق هذا بهما بشهادتين وقال بل هو مسلم وهي مؤمن لو لم يندق ما هذا صفو هذا الحتى ومؤمن مسلم حتى قوى هذا قال الإمام إمام كوحي أبو حنيفة لا يكون إيمان إيمان من نقول ناي بلا إسلام إسلام لا آمن نقول ولا إسلام بلا إيمان من نقول كرفهما الله بلاسي كظهري دبر كي ومع البطن على المعيال هذه وي دبر على السبب تلازمان ما مروبا لبلاس وكلي أموي دبر على الله آنا هنا مجر على دبر الله آنا هذا مجرتو من نمت كلك وما أمر أي كما أن ظهر سيدا دبر كل الله يفصل وسرق سعمان عن البطن فكذلك الإيمان والإيمان قصاص وكروي والله يفصل كما سعمان الإسلام فلذلك أساسا لا يقال الأولين فلان المسلم لكنه ليس بمؤمن أو العكس وفلان المؤمن لكنه ليس بمسلم لما أردت بدي هو يحس كفت فضبه يعني إيمان قف ومؤمن وإيمان بليه مسلم نماها أما هو مسلم مؤمن نماها ما به كرتدوه وكذلك أساس أما حديث لا يؤمن أحدكم حديث كان مياه حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فمعناه هو حوي والحديث كان معناه لجهد هذا يسلم تاي حديث كان لا يؤمن أحدكم أحد كبير إيمان بضمله إيمان كحقية كسو عليه حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه يقول مؤمن بأهين حديث كان مركح حقين لقين ويهين فمعناه هو حوي لا يؤمن أحدكم أحد كبير مرهم إيمانا كاملا بالله وضع إلا إيمانكم ما لو كنا نقص ما لو كزياد زمين أول أورن إيمان كاملا إنه أولنا حتى يحب إلى أولا أخي جعل هذا لأخيه ولا لكي ما يحب لنفسه نفسه سوح إلا جعله من الخير ذكره الحافظ من حاج إبراهيم فتح البارك الشيخ وكذلك ساسور نقر يا حديث لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يسرق الخمر حين يشربها وهو مؤمن معنى هو حوي لا يفعل فلما هذه المعاصي وهو مؤمن سوى مؤمن كامل مؤمن كامل سوى ذكره النووي وابو شيخ في شرح صحيح مسلم انت والله ماذا معنى ويمكم اجري وحوي يوم يعني وحان عنده كرنا حديث في هراء مركب يريد كاقا جوابي اوك يريد هذا انه مؤمن هذا الحب يريد قل كورا مؤمن محال اقول نقضابه مؤمن كالبارب اضبال اقول نقضابه وإن التوحيد كان اكوها الله رمين قلبك ايكو جرت ليساعد اللسان القلب قلبك السمسة لكن هذا في حق من لم يكن مسلما اولا وقفك المسلم ولا اولا اما وقفك المسلم بحب الله شرط ما ينطق شهادتك وحال رواه من وها قلب ليس مرة دك عقيدة سيئة شهادتين أقوى الله قال الإمام غفر مسلم كل شيء مؤمن أول بسوء مؤمن أبي يدي وكون عليه حبل الشهادة وهي حتى يساعد هاي حتى معنا تعارض كسيئة دي فهمت يقول حديث توكين هذا لوني وحيو جيد أول مؤمن لا يؤمن أحدكم سو كهر إيمان ميسو توحيد بالله إسلام توحيد بإيمان الله
سو قول من ميسا وابك اللي ليه إيمان بمب الجريمة حتى يحب الله يخيمه يحب كل نفسه قول من ميسا معنى هذه الحكودة هو إيمان كاملا بألو جدا لكن إيمان مسيطر كان مسيطي وكلام مري لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن خبر هذا المرأة عبا يسوى عبا يهو مؤمن محان كل إله هذا حتى يده توقو محضا يسوى مؤمنة إيمان كان لقى كريين مساسا ما واحد لنا إيمان كاملا مري وفك إيمان كن أمالا وإيمان كاملا مري قارسا كنت ويلي يا بدو إيمان قال له يقول ريال يا بفك مركي وكل جروب حيابان الأمر يو حين يزني وحين يسرق وحين يشرب أنت معناه وحوي الله يفعل ما فعل هذه المعاصي معاصي وهو مؤمن كامل ذكر النووي نووي بشيء في سنة مسلم قال رسول الله رسول كلاه بعد صلى الله عليه وآله وسلم يخرج وحك صباحا من النار نار تمام قف قال يدي لا إله إلا الله وفي قلبي قلبي إيسى وكل سمية وزن ذرة من إيمان الإيمان بشر أي هذا وحبال السيعة دي روح البخاري وكسوا أي من صح له وصح أصل الإيمان والإسلام ولو لم يؤدي سجودين بعض الفرائض ولم يتجنب المحرمات وسكن إيران وما طالنته على ذلك أركع كل ذي فقد نجاو حكى النبي قال قفكاس من الخلود وارتان إلا بدي جوكتا في النار نار ترى الغوار رأس جوكتا الغوار هل كان الحوية معنى ذلية قفك الإيمان لقاها له إيمان كاسي لكن وانو لبدأ الرموات بوته غرب عرب كينا وقهض لا إله إلا الله يجاهده قلبي سنة من خالد الرتين يكتبته من الإيمان إيمان وعلم لقاها له وعلم قلبي سنة لقاها له عرب كينا كقهض له قف كاسي وكا نارته وكبه سببت الحوية قف كستو إيمان له نارته كما وارسه ما هي خلود مجر وقف إيمان له نارته دنوبتي سيئة لك يقوي لكن دنوبتي سمركي لك قتشارو هذا إيه سامحاتي سبع الله يسامحه أنا القفقة هي وسل هلوي حد سامح هذا الله يلا ما أبغى تابسين مهيو وإلى هاي بسامحه أول الإيمان والله حد يسهل وياه ومن يموت ولم يتم ذنبه فأمره مفوض لربه سماه ومن يموت قفقة أنت ولم يتم ذنبه سكت وبتين فأمره مفوض لربه شاع فعله وإن شاع عقبه سأسويه معناه فسر فيس حد تروى عذابي حد تروى واسكع فيه هذا الكاس اللي يشوفه بجروي هو حبك لكوب ما يجيرو مركا قفتا والله قسار يا قلبي قيسة بخالة در إيماني كنتر ثم مركا ورانا قوحا لا إله إلا الله رواه البخاري الأولي من صح له وعساس الإيمان والإسلام ولو لم يؤدي يسلم ذني بعض الدور الفرائض ولم يتجنب المحرمات محرمات يوسف الإيران لكن وما تقول انتدي على ذلك إيمانك قل انت فقد نجاو النبض قليا من القلود وارثان كالأبدي جوك تدعى في النار نار توك جوك توارو وإنما إنك لما يهدو كلا دوال الشيخ يا شهادة شهادة أبو لا يورا فقدوا كليا لما علم وقع شهد لعبه من أن ذكرها شيخ الدير يتضمن من كل سنة في عرف الشرع الشرعي عادة اللي يقينك ذكر الشهادة الثانية أيضا انت وكاد دويني هلك معنا بذلك مسجري وعوي حديث حكو جري يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي النار تحلق سهر لا إله إلا الله لكن محمد رسول الله إلا ما تعلم مركة تيب كاد دوين إياه تيب وحكو يري وإنما إن كلمة ذكرت وحال الشيخ الشهادة الأولى توحيد تقيم في سهر وبال الشيخ غير تاكي حرم وبال الشيخ يا الله حق ساهي فقط أوكلية وأن ما علم وقان شهل لوبيه من أن ذكرها طهر الشيخ الدياد يتضمر منه ضمن السنج في عرف شرع شرعي عرف ليس ذكر الشهادة الثانية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وإذ بالنسان يساوي المؤمنون مؤمنين تأهل الكبائر قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب وقسم منهم يعذبهم ثم يدخلهم الجنة أمام طابة من مات بعد أن طاب من الذنوب التي كان قد فعلها قبل الله فهو كأنه لم يذنب لقوله صلى الله عليه وسلم الطيب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه هل كان عشيقا يا مؤمنك على المتاقة تبدحز عليه أهل الكبيرة سيئ الله لنا قيا هو يجب أن تعديه بعد أن يرتكب كبيرة ثم القلود المترب وعجرية محاها ترتعيد هو يجب وحواجب تعديه بعد أن يرتكب كبيرة ثم القلود المترب حتى نلقوا وارنا هاي أبو حتى قيم كم إذا قلبوا على عذابي إني وصلت واحد عموم كان النصوص ورميزة دين ونتوى اللي يسكو عذابا يا سمجري ودين ونتوى اللي يسكو عذابا يا النصوص وحبي كل نبوبي إلا وإلا أبو عدد كل نبوبي هذا سعيد أنه قل مويد هذا لكن ثم الخلود من يتنمون لك ديران وي لك سكوار ما يهب سكوار وزيف شهيد العرب العيب
المؤمنون مؤمنين تهل الكبائر كبائر تهل كودا قسم منهم يقكم إذا يسامحهم الله إبا سامح وتنت شقين الهدون إليك سامح ويدخلهم وحوك لنيا الجنة كل الذنوب غير الشرك تحت مشيئة الله عز وجل ذنوبه تن مركي لقرب الشرك يقال نمو مشيئة إبا يسطى أما شركي تاسيد وميلب إلهي تقعي تاسيد مشيئة وحل إلهي اللقم حلم بقى إلهي سقال إنهم يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة إلهي وقفك وشريك يال إلهي ناروك شريك يال ناروك حرمي الجنة وكحرم وحبك لك ومجر قسم قيب ومنهم كم إذا يسامحهم الله ويبا سامح يدخلهم الجنة بلا عذاب وقسم يعذبهم الله ويبا عذاب ثم يدخلهم حقر الجنة وقل للصوت هيري أما من قفك بيتا وطوبت كان بعد أن أما تبنتين بعد أن تابنت طوبت كان كدمي لذنوب التي تي ذنوب تي كان وهاقف على كيف لك قابلوا خري وفري فهو قفك كأنه لم يذنب ويسوى ذنباب بل قولي نبي هذا الكيسي صلى الله عليه وسلم الطائب قم بتوبة كين من الدب كمان قول لم يديه إلا دب له وهو وإني لغفار لمن طاب وآمن وعمل صالحا جدا إلى إلى يوم أكل ورنجا أنا أود عافية وإني لغفار لمن طاب وآمن وعمل صالحا ثم أهتدى أنا قاعد أود عافية إلهي جل جلاله مرقة سنوة أهل جنس يعني وأما من رمي طامات أنت على الإيمان إيمانية والإسلام وكان أهان قد أدى كيب جميع الواجبات واجبات في أورا وهو يتنبك الإرادة جميع المحرمة اسمي البكو بعد يمرت ودوس يا فلا يلغى لما كل ما يجوع ولا عطشا ولا نكتب من الله كل ما في القبر كل كل ما ولا في الآخرة كل كل ما بل يدخل الجنة جنة أيوب قليا بلا عذاب عذاب حيث النعيم المقيم الخالد فيكون حر قريا مأواه الذي لا يخرج منه أبدا ولنمسك بحي وحو قال يا قفك ايغدا وحو شيغا هدا مؤمنك ده مبيعك منا عاصي عصيان بلا هين اما عصيانك سؤال يرى اي وح معتد ولا تودو وصر هين قفنا معصوم من نكون كره انبياد كسكوي تاس وحو شيغا وحو قفكاس اسغا من هدو واجبات كينا غوتين حران ودن كديري غاج لما كل او ن لما كل دباتنا كل كل ما يقبرك اخر غديهنا كل كل ما جنة ايو غليا عذاب لا نعيمة جوكتدا اميشيدا نعيمة جوكتدا اميشيدا الغواريو فيكون وحيو نقنية مأواه حردي سأيو نقنية الذي مأواه ونعيمك من ضيبك أي الذي مأواه لا يخرج منه أوسك بحين أبدا ولك أوسك بحين وما من أحد كميات مات بنت على غير الإيمان إيمانك غير كل انت يوال إسلام فمواه جهنم هو خالدا حالك واري فيها جهنم أبدا ولي الله يخفف لك من فضيلني ولا ينقدعك من رقائي في الآخرة آخر عن نسجى العذاب عذابك من رقائي إلى ما أنت كأبرك إلا نهاية وحصوة ما يستري له سجون وصنين وما هو يسون ماها بخارجك كبحية من النار قال تعالى يا بوحي إن الله يبل عنا وفقي الكافرين قال ذا وعد وحي الدياري لهم يجا سعير النار غرس بنا خالدين حالك وريا فيها النار أبدا ولقود لا يجدون مهليا وليا ولي مهليا ولا مصيرا من أقرقارنا يعني دوني مايا خفك نتكي سويا ولا بدل محاكو على صدور ده يرغى كلا دميسو مدبا مدخلو نتكي يهي وفك خيك قبانا ايوه الرئيسيين آيات قرآن كان عند بدل ساسي